فلسطين أول دولة عربية تلقت دعوة الجزائر للمشاركة في القمة العربية المرتقبة مطلع تشرين الثاني نوفمبر، قمة اختارت أن تطلق عليها القيادة الجزائرية اسم قمة فلسطين في مبادرة لتعزيز الوحدة الفلسطينية وإعادة الزخم إلى أولى القضايا العربية. يجب أن لا نستقطب، بل أن نكون ثقل وأن نتموضع كثقل سياسي واقتصادي وحتى عسكري، وحتى أن تكون هناك ونفعل الكثير من الاتفاقيات التي كانت في داخل جامعة الدول العربية. لما لا يكون مثلا الدفاع المشترك، يعني لماذا هذه مثلا حروف في داخل الدول العربية؟ وانطلقت وفود ومبعوثون من قبل الرئيس الجزائري من أجل تسليم الدعوات للقادة العرب، وتجاوزت الجزائر في هذه الخطوة خلافاتها الثنائية والقطيعة الدبلوماسية مع المغرب، مرتكزة على إطار العلاقات المتعددة الأطراف التي تحكم منظومة الجامعة العربية، تقول مصادر دبلوماسية. حضور القمة العربية لن تكون له أي علاقة مباشرة بالخلافات الثنائية أو سوء التفاهم الذي حدث بين الجزائر والمغرب، وكانت هناك خلافات من قبل وتحل وفقا للطرق الدبلوماسية والأعراف، وبالتالي من خلال تصريحات الرسميين الجزائريين فالمغرب مرحب به في الجزائر وله كل الاحترام والتقدير، وحتى وزير الخارجية المغربي بوريطة أكد في كلامه بأنه يأمل بأن تكون القمة العربية مسؤولة وأن تخرج بمخرجات وفقا لتطلعات الشعوب. تتطلع الجزائر إلى لم شمل القادة العرب على أرضها وإحياء روح التضامن العربي نحو مستقبل ملؤه الوحدة والتلاحم. بتقديم الدعوات إلى رؤساء وملوك الدول العربية بداية بفلسطين، تكون الجزائر قد انطلقت رسميا في خارطة الطريق لإنجاح القمة العربية، حيث يؤمل منها أن تقرب المسافات وتخفف الخلافات بين الدول العربية وترمم العمل العربي المشترك. سفيان مراكشي، العاصمة الجزائرية، الميادين.